السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار اليوم السبت 28 من شعبان لعام 1437 للهجرة، الموافق الرابع من يونيو لعام 2016 للميلاد، نقدمها لكم من موقع أنا السلفي. شارك محمد صلاح خليفة نائب حزب النور بدائرة أبو المطامير في الحفل الذي نظمته أمانة الحزب بقرية أبو ملوط لتكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء شياخة القرينين والكردود وتكريم المتفوقين دراسيا بالمرحلة الابتدائية والإعدادية. أثمرت الجهود التي بذلتها قيادات حزب النور في محافظة الفيوم بالتعاون مع القيادات السياسية في إنهاء الخصومة الثأرية بين عائلتي أمين والطويل بقرية قلماشة التابعة لمركز إدصا. اجتمع الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب باللواء إبراهيم حافظ رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات والمهندس أحمد إبراهيم من المكتب الاستشاري لشركة المقاولون العرب لبحث الترتيبات النهائية لمشروع إنهاء أعمال الصرف الصحي بالساحل الشمالي. أدانت جامعة الدول العربية التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جلسة الكنيست الإسرائيلية الأربعاء الماضي، والتي أكد خلالها أنه لا عودة إلى الواقع الذي ساد مدينة القدس ما قبل يونيو 1967، ولن نعود إلى ذلك الواقع ولا حاجة لأن نعتذر عن وجودنا في القدس وأن مصيرنا مرتبط بها بحسب تعبيره. أفادت مواقع إيرانية بمقتل ضابطين على الأقل من الحرس الثوري خلال هجوم شنته الخميس فصائل المعارضة السورية على مناطق في ريف حلب، بينما أفادت مصادر سورية بمقتل العشرات من الميليشيات الشيعية بنفس المعارك. ذكر بيان للبنتاغون أن الجيش الأمريكي شن غارة في اليمن في مايو الماضي أودت بحياة 4 عناصر من تنظيم القاعدة. أفادت شبكة سكاي نيوز الإخبارية أمس الجمعة أن ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح قصفوا سوقا شعبيا وسط مدينة تعز، أسفر عن مقتل 16 شخصا معظمهم نساء وإصابة 30 آخرين بجروح. توفي صباح اليوم بطل الملاكمة العالمي السابق محمد علي كلاي، وكان مصدر قريب من عائلته قال مساء أمس الجمعة إن محمد علي 74 عاما كان في حالة خطيرة جدا بمستشفى فينيكس في ولاية أريزونا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مجلس النواب سيناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرة تيران وصنافير، مؤكدا أن الرأي الأخير سيكون للبرلمان. وقال السيسي في حوار شامل مع الإعلامي أسامة كمال إن هناك أولويات يجب العمل عليها ولا يمنع أحد من الكلام أو التعبير عن رأي، نحن في دولة مؤسسات ومن حق الجميع إجراء المظاهرات، مفيش كلام ولكن بالقانون، عدم تنفيذ القانون ليس في صالح حينها. أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن التحقيقات المكثفة التي أجرتها وزارة الخارجية على مدار الأيام الماضية فيما نسب لممثل مصر بمؤتمر الجمعية العامة لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة في نيروبي أثبتت عدم صحة ما نسب من اتهامات إلى ممثل مصر بالتفوه بعبارات غير لائقة أو عدائية ضد الدول الأفريقية. بوادر انفراجة في حل أزمة تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي بمنظومة الحج الموحد في وزارة الداخلية بسبب تحديد نسبة 50% لتسجيل الارتباط العائلي على سيستم الحج. وقال الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات السياحة إن يحيى راشد وزير السياحة وافق على مطلب الغرفة باستثناء الزوج والزوجة فقط من شرط الارتباط العائلي على ألا يكون أحدهما قد تقدم من قبل إلى جهة أخرى لأداء فريضة الحج عدا الحج السياحي. قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة حسن علي أبو شعيشع بالسجن المؤبد، كما عاقبت المتهم طارق أحمد قنعان السنوسي بالسجن لمدة 3 سنوات، وذلك في إعادة محاكمتهم بتهمة اقتحام السجون والاعتداء على المنشآت الشرطية إبان يناير 2011 في القضية المعروفة باقتحام سجن وادي النطرون. لقي محبوس احتياطيا على ذمة قضية مخدرات مصرعه داخل حجز قسم شرطة طهطا بسوهاج نتيجة ارتفاع درجة الحرارة داخل السجن بحسب الفتح. أكد علي طه محامي المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق خروج موكله من قسم شرطة القاهرة الجديدة بعد دفع والد خطيب ابنته الكفالة التي أمرت بها نيابة أمن الدولة العليا أمس الأول الخميس، والتي أمرت بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بالكفالة السابقة في واقعة اتهامه بإذاعة وبث أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
رصدت إدارة الإعلانات المضللة بجهاز حماية المستهلك من خلال المرصد الإعلامي للجهاز عدد 7 قنوات فضائية تقوم ببث إعلانات خادعة ومضللة في أوقات متباينة خلال اليوم، وذلك في إطار خطط الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتلديس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة. أكد مصدر مسؤول بالإدارة العامة لمباحث التموين أن الإدارة تكثف حملاتها على الأسواق استعدادا لشهر رمضان الكريم، وتمكنت من ضبط 8.490 طن يميش رمضان معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر داخل محل بمنطقة الظاهر بمحافظة القاهرة ومدون عليها أسماء غير متداولة بالسوق المصرية. عثر أهالي شبين القناطر على 20 حمار مذبوح بطريق الرشاح بقرية كفر سندوة التابعة لشبين القناطر قبل سلخهم وتوزيعهم على محل الجزارة. صرح مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي بأن 901 مصري عادوا من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة الماضية. تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد ماكينة كهرباء جديدة والتي وصلت المحافظة لتدعيم قطاع الكهرباء بقدرة 5.2 ميجاوات بتكلفة 25 مليون جنيه. أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل ملحوظ حتى غد الأحد، وقال عبد العال ومع بدايات شهر رمضان الكريم من المنتظر حدوث تحسن نسبي في درجات الحرارة إن شاء الله تعالى. تشاهدون اليوم على موقعي أنا السلفي، تابع كلام بعض أهل العلم في تقدير المصالح والمفاسد في الحسبة من سلسلة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمحاضرة 17 من سلسلة تفسير سورة الشورى فضيلة الشيخ ياسر برهامي. حافظوا على نظافة مدينتكم الشيخ شريف الهوالي. أنكحة الكفار من سلسلة كتاب النكاح من الملخص الفقهي الشيخ سعيد محمود. استقبال جديد الشيخ عصام حسنين. أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم الدكتور أحمد خليل خير الله. تقرؤون اليوم على موقعي أنا السلفي مؤتمر إسطنبول ومشروع إذابة الأمم كتبه محمد إبراهيم السعيدي. انتهت نشرة الأخبار من موقعي أنا السلفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.